اجتهد الفقهاء، وهل أن مشكلتنا مع الآخرة ورجالها من وعاظ ودعاة وفقهاء، أم مع الحياة ورجالها من أطباء ومهندسين وعلماء؟ الصديقات والأصدقاء، حلقتنا اليوم سنخصصها لمناقشة موضوع الدين والحياة وأيهما أولى بالتقديم على الآخر. كونوا معنا. هناك الكثير من المواد على اليوتيوب تهاجم رجال الدين فيما يدافع آخرون عنهم، ولكي نفهم الأمر بموضوعية سنستعرض بإيجاز مع النقد مواقف مختلف الأطراف، سواء من قبل رجال الدين أو المثقفين، فضلا عن الملحدين، ولنحاول فقط فهم ما يجري بالتجرد وعلى شكل نقاط. النقطة الأولى، قبل أي قول وتحليل يجب أولا وصف ما نحن فيه، وهو أننا بتنا نعيش في عالم جديد مختلف كليا عن عالم قديم. مع هذا لم نتغير لا وعيا ولا تفاعلا بما يكفي للتأقلم مع هذا العالم. لتوضيح مدى البون الشاسع بين العالمين، سأفترض أن شخصا ما أراد أن يفتح خلال عام مثلا مشروع تجاري، فندق سياحي على سبيل المثال. قبل كل شيء يجب أن يضع دراسة جدوى المشروع وأن يحصل محليا طبعا على إجازة رسمية، ولازم يوفي بها الفندق بكافة الشروط الصحية والبيئية والقانونية الضريبية أيضا، وأن يفتح حسابا مصرفيا طبعا. أما دوليا فعليها أن يطبق قواعد عمل قطاع الفندق العالمية، وكل هذه الأمور إجبارية ولا تدور داخل فضاء الدين وكتب التراث، إنما فضاء الحداثة والعلمانية الذي يرفضه طبعا رجال الدين، وهو هذا العصر اللي يسميه فيلسوف كندي معاصر تشارلز تايلر يسميه العصر العلماني ويقول إنه هذا أصبح قدر حتمي لا يمكن لأي أحد رفضه أو الخروج منه، قدر أرغم فيه الإيمان، ولأول مرة في التاريخ على أن يتعايش مع عدم الإيمان. وطبعا كل ذلك أصبح ضمن الثقافة، أصبح فيها الإنسان وليس الله هو مركز العالم والمركز الروحي. يعني لماذا؟ لأن البدائل تعددت، البدائل الروحية للإنسان الآن أصبحت كثيرة جدا، ولم تعد تقتصر على شكل محدد جاهز سلفا وقادم من أعماق التاريخ. أنتقل إلى الفقرة الثانية وأقول لنعد لألف عام مضت ونرى ماذا على هذا الشخص نفسه أن يفعل. طبعا ما راح يحتاج أي موافقات، كل ما عليه أن يدفع أموالا لحاكم المدينة مقابل حمايته أمنيا، أما يعني السلطنة أو الخلافة فلا توفر له بالمقابل أي شيء، لا ماء لا كهرباء لا خدمات. عليه أيضا طبعا أن يمنح أموال لرجال الدين ورجال الشرطة أو العسس، وإلا حرضوا عليه العامة. طبعا رضا هؤلاء برجال الدين يعني يضفي شرعية على عمله، بل شرعية على الخليفة والخلافة ككل، لأنهم يمثلون الجهاز التشريع القضائي في تلك الأيام، وهو كان المختص بقضايا إصدار الفتاوى مثلا رجم، قطع الأيدي، الصلب، الجلد وغيرها. الآن نصل إلى الفقرة الثالثة، وكما رأينا أن الفرق هائل بين العالمين، لكن المهم الذي أريد الإشارة إليه وطالما فاتنا كثيرا هذا الأمر، أن نظام الحكم وفلسفته في ذلك الوقت كان نابعا من واقع الحياة آنذاك. فيا ترى من وضع هذا النظام؟ إنهم الفقهاء ورجال الدين فقط، نعم فقط، وطبعا بالتعاون مع رجال الحكم. لكن لماذا؟ لأن لم تكن هناك لا علوم دقيقة ولا جامعات ولا خبراء في الاقتصاد والعلاقات الدولية، ما في حدود، ما في سياسة بمعنى الحديث، ولا اجتماع علم اجتماع ولا علم نفس ولا تربية ولا تعليم ولا خدمات ولا شركات عملاقة ولا مصانع الآلاف يعملون بها بخطوط إنتاج معقدة، هاي كلها ما كانت موجودة. هذا يؤدي بنا للفقرة الرابعة، نريد نشوف. احنا قلنا اكو عالمين، عالم قديم وعالم جديد. العالم القديم انتج الدين، العالم الجديد ماذا انتج؟ خلينا نشوف الان اللي صار، شنو اللي قدمه لنا رجال الدين في هذا العصر. نرى انهم يقولون انكم ملزمون بتطبيق احكام الفقه والشريعه. لماذا؟ يقولون لان هذا النظام مقدس وسماوي وصالح لكل زمان ومكان، ربنا أدرى بحالنا وهو أرسل لنا هذه الرسالة، وما علينا إلا الطاعة وتنفيذها بالكامل، هو يعرف أنه أكو أزمنة مختلفة. إحنا كشعوب ماذا فعلنا؟ الجواب ببساطة قبلنا،
وافقنا على جميع طلباتهم وما زلنا موافقين يعني يعني ما زلنا نحاول كسب رضاهم. اما رجال السياسه فنفذوا اغلب شروطهم. لماذا؟ لانهم دائما هؤلاء يحاولون كسب الجمهور، والجمهور بالمقابل مختطف بالكامل من قبل رجال الدين ويحركونه كما يشاءون، بالتالي لابد ان يكسبون رضا رجال الدين. اذا هذا الحال ماذا فعل رجال الدين قديما كالشاطبي وابن تيميه وكثيرين؟ شرعوا مبدا حفظ الدين قبل حفظ النفس. بحجه ماذا؟ بحجه ان الله شرع الجهاد لاقامه الدين وان كان يؤدي بحياه صاحبه. هكذا اصبح الدين اهم من الوطن والانسان وكل من يعيش فيه. المهم نوصل الى المرحله او الفقره الخامسه، ما هي نتيجه هذا الحال الذي فرضه رجال الدين علينا او على الجميع؟ ما نعاني منه حاليا من فقر وجهل وتخلف ومرض، ذلك لان رفض حداثه ومنتجاته والمعرفه اللي انتجته مستحيل. لذلك كان الحل في تقبلها شكليا. مثلا نرجع لمثال الفندق، خلينا نجعل الفندق يبدو عصري تماما مع الالتزام بالقيم الدينيه الموروثه والتقاليد، وهذا الحال نفسه مع القوانين الحديثه، طبقنا قوانين حديثه من حقوق المواطنين والافراد، ما طبقناها بس اخذناها كما هي، وهذه بقت معرضه باي لحظه للتهديد. لماذا؟ لان نظم الحكم لدينا لا تطيق قوانين العصر كحقوق الانسان، يعني تتقبلها لكي تاخذ شرعيه دوليه تتقبلها، لكن شكليا ما تمارسها، مجرد تقول للعالم ان لدينا حقوق وما الى ذلك، لكن جوهريا ما موجوده، ما زال كل شيء يسير على الطريقه الدينيه الاستبداديه القديمه، وطبعا وفقا لحاجه الحكام ووعاظ السلاطين اللي يدورون حولهم. ونتيجه هذا الخوض تشوهت كل جوانب حياتنا، واصبحنا كلما خرجنا من معضله ندخل في اخرى. بقينا واقفين هكذا على حافه عالمين متناقضين تماما، فلا نحن مقيمون في الماضي ولا نحن مقيمون في الحاضر. المتهمون طبعا ليس فقط رجال الدين، بل ان هناك متهما اكبر وهو الدين الموروث نفسه الذي يعتاش عليه هؤلاء، فضلا عن السياسيين المتحالفين معهم بالتاكيد. وهذه المسؤوليه انا اقول بانه التاريخ راح يحاسبهم عليها بقسوه. لماذا؟ لانه اغلقوا اغلب منافذ التطور والتحضر امام مجتمعاتنا. تذكرون الفتاوى اللي صدرت ضد كل شيء حديث تقريبا، من القهوه والشاي والمقاهي الى حنفيات المياه الى المذياع الى التلفزيون، بل حتى الدراجات الهوائيه او البايسكل. مو بس هذا، ما كتبوا بهذا، هم بداوا يعرقلون حتى خطط تحديث وتطوير المجتمع، خطط تحديث نظرتهم الشخصيه للعالم والاشياء حولهم. الان اروح على الفقره السابعه اللي بيها نقول هناك اضافه لرجال الدين، هناك فئه اخرى في المجتمع حاولت ان تفهم ما يجري في العالم، قرات التاريخ واكتشفت ان العالم تغير لاسباب معروفه، ووجدت ان هذا التغير الجذري والشامل لم يحدث صدفه، انما بسبب اختلاف نظره الانسان لنفسه وللعالم والاشياء حوله. فكيف بدا الامر؟ بدا في رايي مع ميكافيلي بالقرن الخامس عشر، وفي كتابه الامير كنا سمعنا به. لكن ليش، لماذا هذا الكتاب كان مهم ومؤسس لعلم السياسه والحكومه؟ ماذا فعل بالضبط؟ قال علينا ان ننظر الى الواقع ثم نضع سياساتنا وليس العكس. هذا الانقلاب لم يكن معهودا، فقد كان السؤال الذي يشغل بال الناس قبله هو المفكرين طبعا، من كبار المفكرين مثل افلاطون وارسطو، وايضا الاسلاميين من الفارابي والكندي والماوردي. هذا السؤال كان السؤال الشاغل لهم هو كيف يجب ان يعيش الناس. بعد هذا اصبح السؤال هو كيف يعيش الناس بالفعل. هنا تغير نمط التفكير. كان نمط التفكير ينطلق من المثال الديني او الميتافيزيقي الى المادي، الان انقلب واصبح ينطلق من المادي الى المثالي او من الجزئي الى الكلي. الموضوع عميق جدا وراح نخصص له حلقه مستقبلا. المهم نرجع لموضوعنا ونقول انه ظهرت بناء على هذا ظهرت طبقة مثقفين جديدة دعت إلى إعادة النظر بالأسس الثقافية لمجتمعاتنا، وقالت أن سبب تخلفنا هو في إصرارنا على البقاء في زنزانة الماضي
ورفض قيام الحاضر، ودعت إلى مراجعة شاملة لتراثنا والإبقاء على ما هو صالح للتطبيق على واقعنا. فكيف كانت ردة فعل أهل الحل والعقد كما يقال؟ اعترفوا بتخلفنا وقالوا أن ديننا سمح وقادر على التأقلم، فهو صالح لكل مكان وزمان، وهذا ما فعل الكواكبي ومحمد عبده وكثيرين غيرهم. لكن تلاميذهم مثل رشيد رضا وحسن البنا وكثيرين انقلبوا على الأمر ورفضوا الحداثة جملة وتفصيلة. قالوا أن السبب هو أننا لم نطبق ديننا، لهذا يعني طالبوا بالعودة إلى الماضي باعتباره النظام الأكمل والأفضل. من نتاج هذا التيار ظهر الإخوان المسلمين طبعا، والخمينيين، جماعة ولاية الفقيه والقاعدة وداعش وغيره، كلهم يعني يتحركون ضمن هذا المناخ الأصولي السلفي الذي يطالب العودة للتاريخ كما هو وتطبيقه كما هو. الآن بعد كل هذا، بعد قرن ونصف ما يسمى بالنهضة العربية، واللي بالحقيقة أنا برأيي ما كانت نهضة عربية، كانت عملية أحياء دينية لإرث دين متعفن، وهذا طبعا اللي عجل ظهور جيل من اللادينيين والملحدين الجدد. لكن أنا برأيي هذا السلاح ذو حدين، فمو من السهل جرح مشاعر الناس المتدينين البسطاء والتعرض لما يعتبرونه يعني ثروتهم الروحية الوحيدة. لابد أن نقدم لهم بديل، وهذا البديل ما متوفر حاليا. الدين مهما كان رأينا به، هو يمنح الناس معنى الحياة ووجودهم، وبهذه الطريقة العنيفة من قبل الملحدين تتطابق دعوتهم للإلحاد مع دعوات رجال الدين، يبدون بهذه الحالة وكأنهما يصدران عن أفق عنيف واحد، هو أفق التعصب وإلغاء الآخر. فماذا فعلنا؟ أصل الفقرة العاشرة واتطرق إلى فئة أخرى ثالثة يعتبرون أنفسهم من دعاة التنوير. هؤلاء يعزفون على وتر أن العلمانية والديمقراطية لن تؤثر على الدين الموروث. طبعا هذه أسطورة ثبت فشلها ولا تنطلي على الكهنة، لأن الكهنة رجال الدين المسلمين تعظوا من تجربة رجال الدين المسيحيين، واكتشفوا بأنه تطور المجتمع والاقتصادي والعلمي راح يؤدي بالنتيجة إلى انحسار دورهم وركنهم جانبا. فلهذا السبب تلاحظون معظم مجتمعاتنا الإسلامية ما بها أي تطوير وأي تحديث، باقين على الصيغة القديمة ومحتاجين عايشين على العالم. هذه لم تكن وليدة صدفة، أن لا بفعل حقيقي وجذري دقيق، مو شيء اعتباطي صار. يعني حتى أؤكد كلامي، أنا بحلقتين سابقتين قدمت تعريف للدين وأيضا تصور عن العلمانية، وقلت فيها أن الألمانية خرجت من رحم الدين المسيح تحديدا طبعا، وأن جوهر الدين يتماثل زمانيا مع جوهر العلمانية، وفي مسائل عديدة منها مثلا مسألة التحكم الشمولي بكل شؤون الحياة، وليس الدولة والحكم فقط، هما في هذه المسألة متناظران. أما الجانب الذي يضفي الشرعية على كل منهما فهو متناظر أيضا، الدين يتعكس على وهم الإله، أما العلمانية فتتعكس على وهم العقل والمساواة. الدين يبحث كالعلمانية عن السلطة والوصاية المطلقة على الناس أجمعين. هذا طبعا هو هذا التعريف اللغوي والاصطلاحي، وحتى التعريف الدين. مع هذا يتذاكى بعض دعاة التنوير في الفضائيات ويقولون لا علاقة بين الدين والدولة، ويأكدونها يعني يبرهنون على هذا من خلال مئات الكتب والبحوث اللي تحاول البرهنة على هذه الفرضية. وأقول لكم لا جدوى، إنه مجرد نفاق علماني يهدف إلى كسب الجمهور لصالح الأفكار الحديثة وتشجيعه على تقبلها شيئا فشيئا. أما هناك طبعا بعض رجال الدين يتبنون هذه الرؤية، لكن يعني معظم هؤلاء ما حظوا بفرصة دينية كبيرة للفوز مساحة كافية من السلطة، وراحوا يشاكسون الكهنة الكبار طبعا بحصة أكبر من كعكة السلطان. طبعا أصل الفقرة 11 أقول ما يعقد الأمور أكثر هو أن الدول الغربية تفضل الإسلاميين على العلمانيين. ربما يستغرب البعض، لكن هذه هي الحقيقة. رجال الغرب الساسة الغربيين أذكياء في هذه الأمور، لأنهم يبحثون عن مصالحهم، وهذه لن يوفرها لهم غير الإسلاميين. لماذا؟ لأنهم أقل نزاهة بكثير من العلمانيين، وطبعا الشرع أيضا يجيز لهم حفظ دينهم بأي طريقة كما قلت في مقدمة الحلقة.
وان حتى وهذا طريقه مشرعه ممكن يستخدم الكذب، الدجل، الغش، حبك المؤامرات، يعني حتى مع الكفره ممكن يسوي مؤامرات، ما عندي مشكله، المهم المبدا عنده جاهز موجود وثابت عبر التاريخ وبالكتب الشرع انه حفظ الدين الا الاولويه. اما الالماني العربي فمستبعد غالبا، يعني اولا لان تاثيره محدود على العامه او الراي العام، وثانيا لانه سينابز الساسه الغربيين الند للند، وبالتالي ما راح يفوزون منه باي مكاسب كبيره. اصل الان الى قدمنا الان فرشه جيده لما اعتقد لما نحن عليه. وساحاول الاجابه على سؤال الحلقه وهو هل علينا ان نقف مع الدين ورجاله ام مع الحياه ونسائها ورجالها؟ راينا فيما سبق ان الدين الشائع مصر على اتباع ثقافه الاجتناب المدمره، اي مواصله اختطاف شعوبنا وحجرها في كهوف الماضي خشيه اصابتها بامراض الحداثه. والمفارقة أن فرصة الناس لانتخاب رجال الحياة لا رجال الخرافات والادعاءات حانت أكثر من مرة ولم تستثمر. المضحك المبكي أن الإسلام السياسي أصبح فجأة يؤمن بالديمقراطية، هذا اللي جعل شعوبنا تنتخب هاي الحركات المخادعة عدة مرات. ولماذا؟ لأن الديمقراطية غير معتادة على هاي الشعوب وأتت في صالح الإسلاميين لأنهم مهيمنين على الشارع ويحتلون الشارع ويمنعون أي ثقافة أخرى بالتغلغل داخل مجتمعاتنا، فكانت النتيجة وبالا على وبال. فلم ينجح الدعاة الإسلام السياسي إلا بدغدغة مشاعر الناس، لكنهم لم يقدموا أي معالجة لمشاكل الواقع المعاصر ولو بأبسط الأشكال، يعني فاقد الشيء لا يعطيه، فلم يقدموا أي مقاربة معرفية وسياسية للطريقة اللي يمارسون بها الحكم. لأنه الإسلام كما بالبداية احنا تحدثنا قلنا أنه هذا عالمين مختلفين تماما، هم يردون الدين الذي أفرزه الماضي ويردون يطبقون على الحاضر، فلا هم قادرين يأخذون مجتمعات يودوها للماضي ولا هم قادرين يجيبون الماضي ويطبقوا على الحاضر، ولا هم ايضا يقدمون مشروع جديد بنوع من التحديث والاختلاف، لانه بالحاله الثالثه هذه هم راح يقدمون دين جديد مختلف، وهذا الشيء على الاطلاق ليس في بالهم. هذا معناه انه الدين اصبح خارج التاريخ وخارج الواقع ولا يمكن اعادته. هذا الموضوع صعب الى بحث اخر، لكن أنا أقول الأمر هذا الأمر مهم جدا، الأمر لا يقتصر على الإسلام السياسي، بل الدين الشائع بأكمله هو والمؤسسات الدينية نفسها. هذا الفصل بيناتهم هذا فصل مريب ويجب كشفه، لأنه القضية المشكلة الأزمة هي أزمة الدين نفسه بمؤسساته بكل تفاصيله، سواء التفاصيل السياسية الحركية العنيفة أو غير عنيفة، أو هذا لابد تحدد المسألة هاي، لأنه إذا ما واجهنا هاي المسألة راح نواجه قضايا خطيرة أخرى كثيرة. أصل إلى الفقرة ما قبل الأخير وأقول في خضم كل هذا يجب أن لا ننسى أن القضية الأساسية لا تتعلق بالدين إنما بالحياة، لا تتعلق بالتحيز للأحزاب والأفكار إنما بما ينفع الناس. فإن كنت مثلا تطالبني بعبادة رب الإسلام أو رب العلمانية أو رب الماركسية أي شيء، فعليك أن تقول لي بماذا ينفعني إلهك لكي أواصل حياتي بنجاح. إن لم تقل ذلك فمعناه أنك تحاول السيطرة عليه والتحكم بمصيري لصالحك. أنا ما عندي لإلهك سواء الإله السماوي أو الإله الأرضي، الكل كل عقيدة تعبد صاحبها، لكن بالنتيجة أنا لازم أفكر بمصلحتي، لأن لم يعد هنالك فكرة القطيع القديمة، كل إنسان الآن منفرد ويستطيع يتحكم في حياته. كما قلت الفيلسوف تايلر أشار إلى هذه المسألة وقال إن الإنسان أمامه خيارات عديدة للإيمان، لم يعد الخيار محدود ومحدد لك سلفا. المهم في الختام
أقول أن الصراع سيستمر بين الطرفين وسينتهي حتما بخسارة رجال الدين، طال الزمن أو قصر، لأن الدين الموروث كما قلنا بدأ يتعارض جذريا مع الحياة ويضيق عليها بوسائل قمعية وليست إنسانية، وحتى ما يكون الثمن غالي يفترض للجميع أن يطرحوا حججهم للنقاش وليس للغلبة. الآن الأمر ليس أن تغلبني أو أغلبك، القضية الآن أنه إحنا يجب أن نتفق فيما بيننا على أن يكون هناك حوار سلمي فيما بيننا، هدفه ليس الغلبة لدين أو لإله أو لمقدس أو لسياسة أو لحزب أو لدولة، الهدف أنه نحاول نطور نفسنا ونفتح أفق جديد نتجاوز مشاكلنا. القضية هنا عندنا مشاكل نريد نعالجها كسكان بيت واحد، هو الأرض أو هو الوطن أو هو المجتمع أي شيء، أو هو الدين نفسه. إحنا هدفنا المستقبل وبناء حياتنا. وإضافة لكل هذا، إحنا نعرف أن القضية والصراع بأكمل بين هذول الحيتان تتعلق بالسلطة والثروة والنفوذ، أي بمتاع الدنيا بتعبير أهل الدين، أما قضايا الله والأنبياء والمقدسات فهذه يعني عادة ما تستعمل لاستغفال العامة وقليلي المعرفة، التشويش أيضا على حقائق. وأيضا خلنا نتذكر جميعا أن الشعوب لا تثور من أجل الإيمان ولا من أجل الأديان، إنما من أجل حقوق الإنسان، من أجل حقوقها في الحياة الكريمة والتحضر والعمران على التعبير ابن خلدون. شكرا جزيلا للإنصات، وأشوفكم بحلقات مقبلة، وأتمنى تدوسون على زر الجرس واللايك، وأشوفكم بخير ومع السلامة.